لغايه ما يطلعوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا متابعي قناة شيف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من نهار الخميس مدينة فاس. معنا هذا السيد اللي أب لواحد الأسرة اللي مكونة من ثلاثة ديال الوليدات والأم ديالهم، وفي السن ديالو 38 سنة، مسكين كيعاني من مرض سرطان في المعدة. غادي نخليو هذا الأخ هذا يحكي لنا المعاناة ديالو مع هذا المرض. خويا حكينا على هذا المرض ديالك، كيفاش فوقاش حسيتي بها خالد؟ هادي أخويا هادي نقول لك هادي شي عام هادي شي عام وثلاث شهور، ولاني فالثلاث شهور الأونة الأخيرة هي باش بقيت هي باش حسيت براسي بأنني كاع مسالي. أما في العام الآخر ما كنتش عارف بأن المرض راه فيا. يا ودابا دابا أنا عندي ثلاثة ديال الوليدات، ثلاثة هاد الوليدات ما كاين حتى واحد اللي يخدم عليهم. اي انا اللي كنت مكلف باب الاسره، ما عندي لا اخ لا اب لا ام لا اخت لا حتى واحد اللي يسول عليا. عندي غير الله، وعندي هاد السيده هادي، وعندي هاد السيده. باش كتحس؟ كنحس براسي بانني مالوك اخويا، وانا راني مدبور اخويا، راني كنعس غير على جهه. عندي كورونا في المعده، كنعس غير على الجهه اليسار، ما كنعس لا على الجهه ديال اليمين لا على الجهه ديال الشمال. كنعس غير هكا، انا راني مدبور، واخا مدبور كنصبر. ودابا الله يسهل عليكم، الا كان هذا ما خصني لا فلوس لا والو، زعما شي جمعيه ولا شي حاجه اللي توقف معايا. بغيت غير باش ندخل شي كلينيك ولا هذا اللي عتانيو بيا. دابا كنمشي للمركب كنطلع عندهم باش يصوبوا لي الشيمي، وعدوني بانهم يصوبوا لي الشيمي. فوق ما نطلع يقولوا لي سير صوب 15000 ريال ديال التحليلات، صوب 20000 ديال التحليلات، وانا ما عنديش منين نجيبها. عييت، وغير الناس اللي كيعاونوني والناس عياو بيا. ودابا كنطلب من شي جمعيات اللي يوقفوا معايا ان شاء الله يوقفوا معايا ويشوفوا من حالي. الحريق ما كيتقاداش من عندي، وما كنعس ما كنشوفو. انا قلت لك كنعس غير على جهه، كتقلب في الليل غير على جهه كنعس، ما نقدرش نعس على الجهه الاخرى. الا نعس على الجهه الاخرى ديك الكره اللي عندي في المعده كتقلب ليا وكتعطيني الحريق. بحال الماس عندي تما، بحال الماس عندي. ودابا كنطلب الله على وجهي، على الدراري هادو اللي عندي، على وجه الدراري هادو، على وجه الدراري ديالي، على وجه الدراري ديالي. يعتقني شي محسن ولا شي حاجه يدخلني لشي كلينيك. اذا كان شي جمعيه ولا شي حاجه ما يعطيني لا فلوس لا والو. خويا قلنا هاد البلاصه هادي فين هي؟ شنو العنوان ديالها؟ هادا العنوان رقم الدار 25 بلوك 1 زنقه 15 سيد لابيطا بن سليمان. والرقم ديال التليفون ديالك تا هو؟ رقم التليفون 06 64 48 80 17. واللي عاود لحقاش الناس اللي في الكومنتات 06 64 48 80 17. هذا الرقم التليفون ديالي. وعندي واحد الهوندا كنقضي بها الغرض، عندي واحد الهوندا كنقضي بها العرض. لا يعقل بنادم مريض بالسرطان، مريض بالسرطان، مريض ما بغاوش يوقفوا له الكريدي ديالو. هذا لا يعقل، هذا سيدي لا يعقل، لا يعقل. بنادم جالس في الفراش واخد الهوندا بالكريدي، بالكريدي وخديتها باش نقضي الغرض. بحال هادي اللي عند الصديق اللي شتو عندو. ودابا التركريدي ما بغاش يوقفوه لي، طالبين لي ورقة كيقول لك والو جيب لي داك الورقة، ولا ما كانتش ديك الورقة راه ما يتوقف لكش الكريدي. هادي تبان 4 شهور ما خلصش الكريدي، ما عنديش منين نخلصو. الهوندا واقفة، واقفة الهوندا. ودابا كنطلب من الله إلا كان شي محسن ولا شي واحد اللي يعاوني، اللي يعاوني. هادشي اللي كنطلب على وجه الدراري. انت الوحيد اللي خدام على هاد العائلة؟ انا هو الواحد، ما عندي لا اخ لا اخت لا اب لا ام لا حتى واحد، غير الله اللي عندي. شحال الوليدات عندك؟ شحال؟ ثلاثة الوليدات عندي، وليد وجوج بنيتات.
ليش كل كبيره شحال عندك في عمرها؟ بابا راس شحال صافا 4 كيقراو الوليدات؟ الوليدات كيقراو عندي، عندي وحده في السابعه وحده في الثالثه، وعندي وليد هذا مده 4 سنين ونص وانا كنكاجي عليه، مريض بفقر الدم والكلاوي من اخلاق لي من يخرج لي من كرش امه وانا كنصير عليه، ما كنتش هام هذا، كنت خدام ما كنتش ما كنديهاش فيه، هاد دابا تقريبا 4 سنين ونص وانا كنصيرو عليه انا والام ديالو. كنتي كتمشي معاه للطبيب وتدي للطبيب؟ ضروري كنت كنطلع للمركب. انت تشوف، انت تشوف الحاله ديالي دابا هي هادي. خويا شنو كطلب من الناس من المحسنين؟ كنطلب من المحسنين انهم يشوفوا من حالي، ولا كان شي محسن ولا هذا الله يديني غير شي كلينيك ولا شي حاجه، هادشي اللي كنطلب، ما خصني لا فلوس لا والو. هاد راهم تكرفسوا عليا في المركب، كنطلع فوق ما كنطلع ما بغاوش يدوزوا لي الحصص ديالي، الحصص ديالي ديال الشيمي ما بغاوش، كل ساعه كيقول لك عندك ها خصك دير هاد فقر الدم، ها خصك دير هادي هاد دير هادي. انت خصك غير الدواء؟ ما خصك، انا خصني غير الدواء، ما خصني حتى شي حاجه، ما كنطلب حتى حاجه. وديك الهوندا الا كان شي محسن بغى يعاونني في داك ليطرا ديالها ما يشوفها له غير مولانا، هادشي اللي كاين. اللهم تعالى يشافيك. هادشي اللي كاين هو. معنا الزوجه ديالو اختي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي سمحي لي نوقف بعدا اختي، معنا ديالك مع الزوج ديالك كيف دايره؟ واش غنقول لك اخويا، ما الصراحه الله عينا، هادي دابا عام وثلاث شهور وهادي 4 شهور انا كنديه للمركب، درنا درت له لي ليم. واخا خويا اجي في حالتك لهنا الله يستر عليك، هاكا يحن عليك، ها درت الشرجم كيضرب الشعر. واخا خويا تفضلي كمل. قلت لك اخويا هادي 4 شهور وانا كنديه ونجيبو، قالك ديري له ليريم، ديري له تخطيط القلب، تحليلات الكلاوي، المناعه ديال الكبده، المهم طلبوا لي التحاليل كاملين وكل شيء غالي، وعندي الوراق فين متبعه مع الطبيب الدكتور امغار اللي صوبت عنده التحاليل ب 48000 ريال، واحد التحليله ب 8000، فين درت له عاوتاني التلفازه، المهم انا كاع اللي كنقدر عليه، العائله ديالي الصراحه الله راه عاوناتني، واحد خالتي بنات خالتي، حتى انا ما عنديش الام ديالي، عندي الاب ديالي حتى انا راجل كبير، جوج خوتي حتى انا رجال حتى هما ما في حالهمش، حتى هما عندهم الوليدات، ما لقيت لا حنين لا رحيم. انا كي قال لك هو معذبه مع دابا، انا كي قلتي خصني نهزو نديه للطواليط، الماء ما يقدرش يشربو نهائيا، غير جالس وكيقول لك انا غنموت. حنا ما طالبين حتى شي حاجه، حنا طالبين غير شي جمعيه ولا محسنين، حنا بغينا غير الطبيب اللي يهزو خويا ويعتقو يديه لي غير الطبيب ويديروا له الحصه ديال الشيميو. انا وخا الوليد راه 4 سنين ونص في عمره، تزاد عنده ميكرو في الكلاوي مقيوسين بجوج بيهم، انا عندي التقارير ديال الوليد كامل، وشحال الناس كانوا كيقولوا لي علاش ما تطلبيش جمعيات ولا تشوفي اللي يعاونك، ولكن منين كان راجلي كيخدم على ولده وقاد نديروا له التحاليل وقاد نديروا له كل شيء، ما عمرنا ما طلبنا يد المساعده لا من عائله ولا من حتى عند شي واحد. ما كاينعش اخويا، حيت راه غير على هذا الجنب هذا وتدبر له بزاف. دابا كندير له بوماد الصفراء وكنخلي له السرجم هكا وكنطلع له السروال باش كتنشف له شي شويه، لا حيت تدبر في مره ما بقى فيه ما تشوف، وكينعس غير على جنب، منين كيتقلب على الجنب ديك الكره كتطلع له لهنا كتبقى تعطيه الحريق. انا كنطلب من الله والمحسنين وشي جمعيات اللي يعاونوني غير في الراجل، يديوه لي غير الطبيب، ما تنطلب منهم حتى شي حاجه. الراجل ديالك عنده الهوندا اكيد شي واحد يقابلها؟ لا ما عندي اخويا حتى شي واحد، والبنكه عاد جينا من البنكه انا والصديق ديالو، غير ولينا جينا ولاو عيطوا لي، قالوا لي تجيبي لي ورقه بان السيد عنده المرض، ديت لهم التقارير ديال الدكتور امغار بان هذا السيد راه عنده مرض السرطان في المعده، ما تقبلاتش ديك الورقه، قال لك سيري جيبي لنا ورقه من عند الطبيب بان عنده العجز 80% انه ما يخدمش، وما لقيتش اللي يعطيني اخويا هاد الورقه انايا. انا كنطالب من المحسنين يعاونوني غير الطبيب لراجلي، حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، تنطلبوا غير الطبيب انه يعالجو، هذه هي الحاجه اللي تنطلب، ما بغيت حتى شي حاجه من عند شي واحد. امنيه ديالي ان الراجل يتشافى وينوض لي لهاد الوليدات، ثلاثه د الوليدات عندي راهم ثلاثه بهم امراض مزمنه، هذه البنيته اللي عندها 12 عام ونص راه عندها الروماتيز في القلب، وعندي دايره هي نضادر وديما السكانيرات، انا قلت لك عندي التقارير كاملين نجبدهم لك، ها هو جاني الوليد، دابا الدقه الكبيره هي ديال الراجل، وما عندي لا حنين لا رحيم، هو ما عندوش خوتو، مقطوع من الشجره، ما عنده حتى شي واحد، وانا واخا عندي ديك العائله راهم عياو، راهم عياو اخويا، وراك عارف هذا المرض المصاريف ديالو شنو كيتبعوه، وها الما والضو وها الدواء، وخرجوا لي واحد الدواء كيدير بمليون و10000 ريال، قال لك منين يبدا يدير الحصه الشيميو يبقى يشرب هذا الدواء.
هذا الشيء اللي تنطلب من الله سبحانه وتعالى. حافظه رقم سميتو بلوك واحد لابطه ظهر الخميس، العنوان ديال الدار 25. صافي هذا هو العنوان. انا ما كنحفظش حيت اخويا ما قارياش. انا ما حافظاش. قلنا خويا 06 64 48 80 17. هذا ديالي. قول لي عاود اخاي. 06 64 48 80 17. شكرا. مشاهدينا الكرام، كي شفتوا هذا السيد هذا مسكين في ظهر الخميس ومريض بالسرطان وكيعاني، عنده ثلاثه ديال الوليدات والزوجه، انه رب اسره وكتب عليه الله انه تقاس بهذا المرض، وعنده وليد مازال صغير حتى هو مريض، يعني الزوجه ديالو معانيه ومقاسيه معاه. مشاهدينا الكرام، اللي استطاع باش يساعد هاد العائله هذه، لانها في واحد الظروف اللي لا ماديا ولا نفسيا ولا معنويا انها مقاسيه بزاف. مشاهدينا الكرام، هنا كنقول لكم الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، اللي استطاع ما يساعد هاد الناس. كنشكركم على المتابعه، والى لقاء اخر باذن الله.